اخواتي، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير يا ربي. وصفتنا لهاد النهار اولا الاقتراح ديالنا ديال هاد النهار غادي تكون هاد الكيكه هذه الاكثر من رائعه، بدون حليب بدون بيض بدون يوغورت مع كريمه، وممكن تستغنوا على هاد الكريمه. المهم غادي نشوفوا معايا المراحل والطريقه ديال تحضير هاد الكيكه هذه اولا هاد التورته الاكثر من رائعه. على بركة الله المكونات اللي غادي نحتاجو لهاد الكيك، كيف كتشوفوا معايا الاخوات ما كاين لا بيض لا حليب لا ياغورت. اول حاجة عندي كاس ديال سكر سنيدة او سكر حبيبات، دائما انا كنقص من الكمية ديال الكاس. عندي كاس معمرش ديال زيت نباتية وجوج كيسان ديال الدقيق الفرص الخاص بالحلويات مغربل بطبيعة الحال. عندي هنايا 4 كاس ديال الماء يعني عادي من الروبيني عبره 250 مليلتر. عندي واحد المعلقة كبيرة ديال الخل ابيض، وعندي هنايا جوج ساشيات ديال الكاكاو المر او لجوج معلق كبار ديال الكاكاو المر. بالنسبة للخمارة او للبيكين باودر غنحتاجو تقريبا واحد 10 غرام يعني خمارة ونص. بسم الله، اول حاجة غادي نبداو بها كنحطو النواشف هما الاولين، يعني الدقيق عندي جوج كيسان كيف قلت مغربلين معهم سكر سنيدة او سكر حبيبات، يعني انا قلت كنقص من الكمية ديال الكاس، ممكن تعمروا الكاس يعني من الكمية ديال سنيدة او السكر حبيبات. وغادي نضيف هاد الساشيات ديال الكاكاو المر، ولا عندكم بالعبار ديروا جوج معالق كبار. غير هي الاخوات النوعية ديال الكاكاو حتى هي كتلعب دور، يعني اذا كان عندنا كاكاو نوعيه زوينه او لا نوعيه جيده كيعطينا مذاق زوين. حنا دابا كيف قلت كنقضيو باللي كاين، وحتى هاد ديال الساشي زوينين. ودائما انا باش كنبغي نهزز النكهه ديالهم ولا كنبغي نعطي مذاق زوين كنضيف واحد الاضافه ديال هاد الكاكاو هذا الحلو، غير واحد شويه بحال هكا محطوط عندي على جنب. غادي نضيفه وبه حتى هو كنخلطو في الصلصه. غادي نشوفوا معايا، شفتوا معايا الاخوات حطينا المواد او المكونات الناشفه يعني الجافه مع بعضياتها. الكاكاو غربلوه من الاول ما ديروش بحالي، يعني غربلوه من الاحسن وخلطوا هاد المكونات مزيان حتى كيندمجوا مع بعضياتهم. هنايا غنجيب الخمارات ولا بيكين باودر يعني خماره ونص، حتى الكاكاو غربلوه يكون احسن. مباشرة عاد كنضيف السوائل اللي هي الزيت والماء كيف قلت عادي من الروبيني. غادي نخلط هذه هي الكيكة اللي غادي تنفعنا في هاد الوقيتة، لا بيض لا حليب لا يوغورت حتى كتنسجم مزيان. هاد الوقيته عندي المول اللي غادي نخدم فيه راني دايره يعني دهنه بالزبده ورشه بالدقيق حطه على جنب. غنضيف هاد المعلقه ديال الخل، بسم الله معلقه كبيره ديال الخل. وكندمجها مع المكونات بحال هكا. دابا غادي نجيب المول ديالي ونفرغ فيه هاد الخليط ديال الكيك. بالنسبه للمول الاخوات انا اختاريت هاد المول هذا، اختاروا اي مول ممكن تخدموا فيه، غير هو يكون الحجم ديالو يعني معقول ما تكونش الحجم الكبير. اللي كنخدموا فيه قياس تقريبا جوج بيضات، دائما كنرفعوا يدينا للفوق وكنفرغ الخليطه ديال الكيك ديالي. غادي ندخلو يطيب الفران، ما كنكونوش مشعلينه من قبل، يعني الفران كيكون بارد كيف فجرات العاده. دائما كندخلو الكيك الفران بارد الا ما كانتش فيه السميده على هذا الشكل. غادي ندخلو يطيب وندوزو نشوفو واحد المقطع من الصلصه اولا نوريكم الصلصه اللي غادي نرافقو بها هذا الكيك.
بالنسبه للكريمه المصاحبه الاخوات قلت لكم غنخلي لكم مقطع ديال الكريمه، هو غادي نعاودها اذا ما فيها باس نعاود نشاركوها مع بعضياتنا. هذه الكريمه اللي خدمنا بها البانكيك، يعني المكونات ديالها مضبوطين، غادي نتلقاوها في البانكيك. غادي نخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف. عندي نفس الكاس من نفس كل حاجه، يعني سكر سنيده او سكر حبيبات نحيتها. هنايا كاس ديال الحليب، وهنايا الكاكاو. اخواتي اللي ما كيبغيش يعني شي حاجه في الكريمه اللي كتكون مره، كيف قلت ممكن انكم تخلطوا ما بين كاكاو حلو وكاكاو مر. انا عندي هذه النوعيه كتعجب. غنضيفه حتى هويا وكنجانس المكونات كاملين مع بعضياتهم. كيف سبق لي وقلت في الفيديو ديال البانكيك، يعني هذه كريمه متعدده الاستعمالات. وهذه الصلصه ديالنا ها هي واجده، غادي نحطها على جنب حتى كتوجد الكيك ونتلاقاو ان شاء الله. الكيك ديالي بعد ما خرجته من الفران كيجي على هذا الشكل هذا، شوفوا معايا كيفاش كيكون اسفنجي لواحد الدرجه ما تصوروهاش الاخوات. يعني غير كنحط فيه الديه، يعني رطب واحد الطريقه زوينه، غادي تجربوه وغادي تكتشفوها نتوميا. وفرصه الاخوات اللي ما كياخذوش البيض اولا مشتقات الحليب ممكن يصايبوا هذا الكيك هذا. غادي نحطه في طبق التقديم اللي غادي نزوقوه اولا نديروا فيه هذيك الصلصه، وتشوفوا معايا كيفاش ممكن نعقدوا هذيك الصلصه. بالنسبه للصلصه فهي اختياريه، اولا الكريمه ديروا اللي عجبكم. وبسهوله كيتحيد من القالب، يعني ديروا اي قالب بغيتوا كيجي على هذا الشكل، كيجي اكثر من رائع الاخوات. حتى بالنسبه للقالب ما تردوش الا توفر لكم هذا القالب اولا لا لقيتوه خذوه، عنده استعمالات عديده. وشاركت معكم مجموعه من الاقتراحات اولا من الكيكات بنفس القالب، كيجي ممتاز اكثر من رائع. ونزيد ناكد الاخوات على يعني على الكيك كيفاش داير، يعني رطب بلا ما تهزوها من البيض اولا الحليب اولا اليوغورت. الكريمه ديالنا هي هذه اللي صايبنا مع بعضياتنا، كيبقى لكم الاختيار، ممكن ديروا غير ياغورت يعني بمذاق شوكولاته. وبالنسبه للكريمه الا بغيتوها تكون عقده اكثر، كتزيدوا واحد شويه ديال الشوكولات بودره. انا غادي ندير هنايا واحد المعلقه ديال الياغورت بحال هكا، غير معلقه باش كنعقدها اكثر، كيبقى اختياري. المهم بغيت نشارك معكم هذه الكريمه هذه، وفعلا استفدوا منها، كتجي ممتازه تنفعكم، عندها العديد من الاستعمالات. وغادي نفرغها هنايا، ما كملتش يعني العلبه على هذا الشكل هذا. وهالكيكه ديالنا واجده، كتجي اكثر من رائعه الاخوات، صدقوني كتجي ممتازه. بغيتكم فعلا انكم تستمتعوا بها انتم وليداتكم في هذا الحجر الصحي، يعني شي حاجه اللي هي سهله على هذا الشكل. وتيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك اللي خدمنا مع بعضياتنا. بالنسبه للتزيين الاخوات كيبقى اختياري، انا درت ليها هنا شويه ديال الكوك ايفيلي، كيبقى اختياري. بغيت نديرو شويه فوق هاد الشوكولاته باش نخرج اللون ديالها، كتجي اكثر من رائعه الاخوات، كتجي ممتازه. نقطع معكم واحد الطريف. بالنسبه للصلصه ديروا اي نوع من الكريمات، ممكن ديروها في الوسط، ممكن يكون غير علبه ديال الياغورت بوحديتها هكايا بمذاق شوكولاته، تكفي الغرض. كتجي على هذا الشكل الاخوات، وانا تعمدت انني ندير ليها هذه الكريمه اللي كتكون خفيفه اولا سايحه باش كتجي يعني كتعجبني انا هذه الكريمه. كيبقى لكم الاختيار، لناكد لكم عليها الاخوات ان الكيك كيكون اسفنجي، وغادي نوريه لكم هنايا عن قرب اكثر بحال هكا، شوفوا معايا كيفاش كيكون. وما يفوتنيش الاخوات، نجدد الترحاب بالاخوات اللي اشتركوا معنا في القناه جداد، كنرحب بهم، كنقول لهم دار داركم. وما يفوتنيش انني نقول الاخوات اللي معايا دائما ومسانديني بالتعليقات ديالهم بالتشجيعات ديالهم، شكرا لكم بزاف. وتا انايا دائما كنبقى رد بالي الاسماء اللي كتدخل عندي من جداد ولا من القدام. كيف ديما خليت لكم الراحه، في امان الله الى فيديو قادم ان شاء الله، ونتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم.